يا ماما يا ماما الحقي. في ايه يا غزل؟ يا ماما احنا مش لاقيين الواي فاي اصلا. يعني ايه مش لاقيين الواي فاي؟ بجد احنا مش موجود. ايوه مش موجود. ايوه احنا رحنا مشفناهوش. تفتكري ايه كنت اخدته؟ ايوه ايه عايزه تضايقنا. ايوه اتلسعت بقى وقالت تاخد الواي فاي عشان تضايق العيال. ايوه طب تعالوا احنا هنتكلم معاها. يلا. انا مش هسكت. هو انا مش هسكت لما اعمل فتنه في البيت دوت يا ايه ويحصل مشكله كبيره وتسيب البيت وترجعي بيتك وشقتنا بقى يا ايه؟ ايوه انا مش هسكت لما اعمل مشكله. كل ما اجي هسرق حاجه، كل ما اجي ايه هسرق حاجه. مش هسكت ومش هبطل. بص بقى يا جولكم، لو ايه ما طلعتش الواي فاي نمسكوها نعجوها علقه. ايوه لازم تتضرب علقه محترمه عشان لازم تعرف ان الواي فاي بيسلي العيال وما تدخلش العيال في الموضوع. انا مش عارفه هي بتستعبط كده ليه والله. هي جاي هناك اهي. خير ان شاء الله، واقفيني زي الحرس كده. تعالي نزلي ايدك بس انت وهي، ما تحطيش ايدك عليا. انت قلتي مش هسيب حقي صح؟ ودي حقيقه انا مش هسيب حقي. ايه طلعي الواي فاي. يعني عيب لما تخبي الواي فاي وانت عارفه ان البنات بتتسلى بيه. واي فاي ايه يا بنت اللي خبيه؟ انا بنتي ماتت طول النهار قاعده على الواي فاي، هشيله ازاي يعني؟ لا فريجي اخده. بقول لك ايه؟ بقول لك انت وهي الشغل ده ان تاخده تاخد خبوا الحاجه وبعد كده تقولوا انا اللي اخدها. زهقنا بصراحه، غيروا بقى شويه. ايه طلعي الواي فاي وبطلي اشتغل. انا ما خدتش الواي فاي. هتدفعي علقه محترمه دلوقتي. انا اللي هدفعي علقه؟ ايوه. انتوا عارفين لو اخويا عارف الكلام اللي بيحصل ده والكلام اللي انت بتقوله لي ده يا ندى، انت عارفه هيعمل فيكي ايه؟ ايه طلعي الواي فاي. عايزين من ايه ايه؟ ضربتوها ليه؟ بصراحه يا محمد الواي فاي احنا مش لاقيينه، وايه هي اللي سرقته. لا لحد كده ولا ايه؟ اختي مش حراميه، شبه بنتي غزل بالظبط، خط احمر. اختي مش حراميه ما تسرقش ابدا. ربنا يكرمك يا اخويا يا رب، ربنا يكرمك يا حبيبي يا رب والله العظيم، ويكبر خاطرك زي ما انت كملني دايما حبيبي 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 يا اخويا. انا مش هسيب حقي، وانت عارف ان الواي فاي بيسلي البنات في البيت، وهي يعني احنا قلنا ان هي اخدته وخبته. طب والله هقول لكم ايه، طلعوا ايه من دماغكم والواي فاي دوروا عليه. انت عارف يا محمد بقول لندى ايه؟ بقول لها لو محمد سمع الكلام اللي انت بتقولي ده مش هسيبك. قالت لي طيب بقى انا هخليه يسمع ولما يجي هقول له. انت الكلام ده ندى؟ ايوه ايه ايوه ايه ندى، انت بتزعلي مني. مش هقول لك تاني، مالكيش دعوه بايه، مالكيش دعوه بايه، مالكيش دعوه بايه. ماشي طلعي ايه من دماغك. اتفضلي. حاضر يا محمد. والله يا اخويا ما خدت الراوتر ده ولا اعرف. انت بنت عارف مكه بنتي اصلا طول النهار قاعده على الراوتر، هشيله. طب ازاي؟ طيب معلش يا عمي. اه ضربوني جامد قوي يا اخويا، ضربوني جامد قوي. تعالي يا تعالتيش بقى، ما تعملتيش. تعملوا فيا كده؟ انا حراميه وتربطيني في العمود؟ طب والله ما انا ساكت ومش هسيبكم كمان، ده انا صاحبه امكم الوحيده، ده انا كمان مستحمله امكم كل ما تشوفني تشتكي لي بالفقر. والله ما انا سايباكم، لازم اخد حقي. ماشي كده احنا دورنا عليه في كل مكان ومش لاقيينه. خلاص تعالي نقوله لمحمد. تعالي لقيت الواي فاي؟ لا دورنا عليه في الشقه كلها ومش لاقيينه. قلبنا عليه الدنيا ومش لاقيين الواي فاي. راح فين يعني؟ مش عارف. في عفريت في البيت يعني؟ احنا مش عارفين بصراحه الحاجات دي بتختفي وبتروح فين. طب سيبوني دلوقتي وانا هتصرف. ماشي يا محمد. انا جات لي حته فكره حلوه قوي. ماشي ماشي يا اولاد الهرم، انا تطلعوا لي حراميه ام سندس تطلع حراميه على اخر الزمن؟ طب والله ما انا سايباه. ماشي والله لاجيب حقي منك. ماشي
انا هفضل طول عمري في الدوخه دي، شقتي حاجات بتتسرق منها وما اعرفش مين اللي بيسرق. انا هحط الكاميرا دي هنا. ماشي والله ما انا سايباكوا كويس قوي، ان انا جايه الصبح بدري. ماشي ماشي، انا طلقوني حراميه. ماشي والله لا اسرقكوا بقى، وانا اعرفكوا بقى مين هي ام صندوس عشان تقولوا عليها حراميه كويس يا اولاد الهرمه. ماشي. ام صندوس على اخر الزمن حراميه يا بنت الهرمه. ماشي. آخر الزمن أم صندوس تسرق. ماشي أنا يا ولاد الهرمة طلعوني حرامية وتقولوا عليا حرامية، والله ما أنا سايباكوا. بس بعد كده هتقولي عليا حرامية، ما انتوا كلكم شبه بعض. أم صندوس على آخر الزمن بقت بتسرق. ماشي ماشي يا أولاد الهرم، أنا هعرفكم مين أم صندوس، تبقوا تتحدوها بعد كده. أنا اتربط في العمود. ماشي. ايه ده؟ هي شنطتي راحت فين؟ ايوه انا كنت حطاها هنا على السراحه، راحت فين؟ محمد محمد يا الحقني يا محمد، مش لاقي شنطتي اللي انت كنت مديني مصروف البيت وحطيته في الشنطه وحطيته على السراحه ومش لاقيه الشنطه. تقولي ايه يا ندى؟ مش لاقية الشنطة يا محمد وفيها مصروف البيت. انت بتتكلمي بجد ولا بتهزري؟ ايوه بتكلم بجد طبعا يا محمد. طب دور عليها كويس. دورت عليها، انا كنت حطاها على السراحة. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، دور عليها كويس يا ندى. حاضر يا محمد، بس انا كنت متأكدة ان انا شايلاها هنا. راحت فين يعني؟ يا محمد مش موجودة يا محمد. يعني مش موجوده يا ندى؟ مش عارفه راحت فين. انا دورت كويس يعني؟ ايوه دورت كويس طبعا. ماما انا عايزه التابلت. ايه يا مكه؟ عايزه التابلت. عايزه التابلت؟ اه بقى بابي. ماشي يا حبيبتي. تليفوني فين؟ ده هو فين التابلت يا مكه؟ انت خدتيه يا مكه لعبتي بيه؟ ايه. لا شفتي تليفوني يا ايه؟ لا وانا برضو مش لاقيه التابلت بتاع مكه، مش عارفه راح فين. بس انا كنت حاطه التليفون هنا وانا نايمه. وانا كنت حاطه التابلت هنا برضو مش لاقياه. انت خدتيه يا مكه متاكده؟ لا. راح فين تليفوني طيب؟ مش عارفه بقى. مكه حطيته هنا ولا هنا؟ يمكن وقع مني ولا حاجه. انت متاكده يا مكه انك ما خدتيش التليفون؟ راح فين التليفون؟ اه طبعا. اكيد بقى ندى وجلجل اتفقوا علينا وخبوا التابلت بتاعي والتليفون بتاعك. كده برضو؟ طب والله العظيم انا سايباهم. والله بقى انا مش عارفه هنبطل امتى الشغل اللي بيعملوه ده، بصراحه انا زهقت. وانا كمان زهقت. ايه تليفوني؟ تعالي بقى يا سلمى تعالي. يعني ايه يعني؟ انا مش لاقياها يا محمد. يا اخويا الحقني الحقني يا محمد، انا مش لاقيه التابلت بتاع مكه. ايه يا سلمى؟ التابلت بتاع مكه مش لاقياه. ليه يا جدعان؟ هو واحده في محطه مصر ولا ايه؟ انا مش عارفه بصراحه. كتير قوي كده بصراحه الحاجات اللي بتضيع من البيت كده، ما ينفعش والله. ايه انتوا دخلتوا عليا ايه اوضه النوم يا ايه؟ انا اسفه والله. والله يا ابن عمي بس التليفون مش لاقيه، انا كنت حاطاه جنبي صحيت ما لقيتوش. انا اسفه يا محمد. هفوق واطلع اتكلم معاكوا ايه واشوف مين اللي سرق الحاجات دي. بصراحه مش لاقيه شنطتي اللي فيها مصروف البيت. حاضر والله. هفوق بس واطلع اتكلم معاكوا. ماشي ماشي يا اخويا احنا اسفين. يلا يا سلمى. والله انا تعبت يا غزل. معلش يا بابا.
كتير قوي كده بصراحة يا محمد، الحاجات اللي بتذيع من البيت يعني. بقول لكم ايه؟ نعم. انا كنت حاطط لكم كاميرا هنا اهو. ودلوقتي هنعرفوا مين اللي سرق. قبل ما افتح الكاميرا، في حد عايز يقول حاجة؟ لو حد فيكم قال حاجة دلوقتي انا مسامحه. قبل ما افتح الكاميرا. اللي عايز يقول حاجة يقول. ايوه كده الحمد لله يا محمد، ان كل واحد هيزرع حقيقته واللي بيسرق هيبان. احنا ولا انت؟ مفيش حد عايز يقول حاجة يعني؟ انت دلوقتي هتبان عليها حرامية. يا نادا طلعيها من دماغك يا نادا. حاضر يا محمد. خلاص بقى يا جماعة، دلوقتي الكاميرا هتبين الحق. انت مع مين يا سلمى؟ انا مع الحق يا ابن عمي. نعم كده وكده يا ايه. طب تعالوا قدامي. تعالى يا غزل. تعالى. ايوه انا عايزة اعرف مين بيسرق بالظبط.